في كركوك الذي تضم أكثر من 10,000 أرملة، تجوب الخمسينية أم حماد الأزقة ليلاً، فلا راتب أو رعاية حكومية تحظى بها، ترفض أخذ المال دون جهد تبذله، بل آثرت على نفسها إلا أن تحرز رغيف خبزها وتعيل عائلة قوامها 4 أفراد. يومي إيش قد تحصلين؟ والله مو شرط، مرات 10، مرات 20، مرات 25، مرات 7,000. صحيح أنا أدفع عربانة ولم زبال، بس أنا عندي أهم شيء كرامتي وشخصيتي. صحيح أنا فقيرة حال، بالنسبة لمعاملي أذب لهم الحاوية، ما يشوفوني بالكاميرا، إذا يردون ينطوني هم يطلعوا، ما يردون غير مرة يعوضوني أمشي وأخليهم. من حي الحجاجي تدفع عربتها التي استأجرتها بالأجر اليومي لتجوب شوارع طريق بغداد وشارع الصحة والمحافظة. لم تفطر يوما مع أطفالها، تلتقي بهم في السحور فقط. يجي واحد يعني يردي حصل الآخرة يقدر يخصص لي مثل شهري، يقدر 100 200، هل يقدر عليهن؟ تقول والله رأس الشهر يجيني هذا المبلغ، خاف أتمرض، والله مرات 10 15 يوم ما أطلع ما أقدر، وجاي أذب الزبالة ووقف لي. أي. مشيت بطريق بغداد كان يلحقني، طلع لي فلوس قال لي هاج حجية، قلت له ما أريد. الزلمة ما احترمني، يعني ما احترم العمر الآني بيه هاني، بصراحة بكيت. مناطق راقية اجتماعيا يتعمد أهلها جمع قمامتهم ليكون سببا في كسب أم حمادي بعض المال. هنا انتهت حكاية أم حمادي، حكاية يوم واحد، كيف تجمع النفايات وتسكب لقاء 1,000 أو 2,000، لكن حكاية مئات الأرامل في كركوك لم تنتهي. للشرقية نيوز تلالغة، كركوك.